أبويا كان بيشتغل قاضي، كان بيلف مصر كلها، ما كناش بنقعد في حتة واحدة أكتر من سنة، عشان كده ما كانش ليا أصحاب. صاحبت السينما، أتفرج على الفيلم وأروح البيت أمثله قدام المراية. حبيت التمثيل لكن ما قدرتش أقدم في المعهد عشان أبويا كان عاوزني أدخل حقوق. دخلت الحقوق، مات بعدها هو بسنة. رحت قدمت في المعهد، قبلت، خدت البكالوريوس وسافرت البعثة واتجوزت. رجعت لقيت نفسي في التدريس. ها ها ايه؟ ما خلاص. خلصت فنون جميلة وطلعت على مصر على طول عشان امثل. في الاول كان صعب قوي اني اسيب ماما لوحدها، خصوصا ان اخويا متجوز وعايش بره وبيجي قليل قوي. طلبت منها انها تيجي تقعد معايا، بس هي ما تقدرش تسيب اسكندريه ابدا. بس اهو انا ساعات باجي ازورها وهي بتيجي تقعد معايا شويه. بس مش هو ده اللي انا بسال عليه. امال عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف انا شايفك صح. وانت شايفني ازاي؟ بتضحكي، بتجري، بتفرقي طاقة على اللي حواليكي. ايه مفيش حاجة بتضايقك؟ تفتكر مفيش حاجة بتضايقني؟ بس ما اقدرش اغير اللي بيضايقني. اغير نظرة البواب ليا مثلا في الطلعة والنازلة؟ بنات مأجرين شقة وبيشتغلوا في السيما مشكوك فينا رسمي. ولا المخرج اللي يقولك سنانك ما فكرتيش تصلحيها كده؟ جربي جربي وان شاء الله المره الجايه هديكي دور احسن. طارق بقى لف الدنيا رجالي في حاجه واحده. كول. احنا يعني مضطرين نتجوز ليه؟ احنا مع بعض كويسين. وليه بيحبني؟ حبني بطريقته. حب ايه ده؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا عم انا احسن لي اشتري دماغي. خير يا سيدي، ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ انت فاكر موضوع الشغلانه اللي كنت كلمتني عليها؟ ما انا قلت لك خلاص نزلنا فيها حاجه، بس لو عايزني اطيرهولك اطيرهولك. لا 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 يا معلم، لا خلاص مش مشكله. طب استنى، في شغلانه تانيه كويسه، اخلص الجيم واعمل تليفونات واقول لك. بس طارق ما ترجعش بقى تقول لي اصلي مش شايف، اصلي مش حاسس والكلام الغريب بتاعك ده. ما تخافش انا عايز اشتغل. يعني ايه مش لاقيه؟ حضرتك بتصل بيه على الموبايل مقفول، وفي البيت بيقول خرج من بدري، ممكن يكون عنده شغل تاني. وانا اتصرف ازاي؟ المشاكل مش هتصور، روح يا ابني هاتولي من تحت الارض ولا شوف حد تاني. اخلص. صباح الخير يا استاذه هند، ما لسه بدري. صباح النور. فين الاكسسوارات؟ طب نص ساعه روح اجيبهم بسرعه. تعالي تعالي ريحي نفسك، حسن خلاص راح جابهم. اتفضلي بقى على المكياج خلينا نخلص. صباح الخير يا استاذ علاء. اهلا وسهلا دكتور محمود. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازيك؟ بقول لك يا دكتور خليك واقف زي ما انت، ثواني وهاجي لك زي ما انت. بعد اذنك يا استاذ خان. ايه في ايه؟ اصل الراجل اللي هيعمل دور الضابط ما جاش، ممكن نخلي الدكتور محمود يعمل دور بداله؟ مين ده؟ اقول له واقف هناك اهو. ماشي، على كل حال الدور مش محتاج تمثيل. دكتور محمود، دكتور محمود، استاذ خان رشحك لدور معانا في الفيلم. لا لا دور ايه؟ لا لا من فضلك انا ما اقدرش. اه معلش يا دكتور، دور صغير بس مؤثر جدا في الاحداث. لا مش هقدر مش هقدر. ما تقلقش يا دكتور، تعالى بس معايا. تعالى هتخبط على الباب جامد، العساكر وراك، هتخش معايا امر تفتيش، هتقول لهم خشوا فتشوا. حافظ الحوار؟ حافظ يا استاذ. اوكي يلا بينا. رولينج كلاك 56-2 أول مرة. أكشن 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 أكشن. ستوب. إيه يا دكتور ما خبطتش ليه؟ معلش أنا آسف أنا آسف. من فضلك بعد أكشن تخبط على طول. حاضر حاضر. بعد أكشن. حاضر. جاهزين يا أستاذ نادى في الاستوديو؟ 56-2 تاني مرة. اكشن اكشن
يا لهوي. ستوب ستوب ستوب. متى انت يا دكتور؟ انا اسف انا اسف. يلا كمان مره. 56 2 ثالث مره. ستوب ستوب. سادس مره. اكشن. ستوب. تسع مرة. 12 مرة. أكشن. 14 مرة. تاني. 17 مرة. يا لهوي. أحسن. 19 مرة. أكشن. يا لهوي. أنا معايا أمر بتفتيش المكان. فتش المكان. ستوب. الحمد لله. إيه ده؟ الحمد لله. بقابلني. يلا يلا. حاسس انك عايز تتكلم؟ لا. طب احنا ما كناش حاجه من الصبح. ايه رايك نروح ناكل في حته حلوه؟ لا انا عاوز اروح. طب خلاص نجيب سندوتشات ونطلع نتفرج على فيلم عندك؟ لا عاوز ابقى لوحدي. اسف يا جماعه مش هقدر اديكم المحاضره النهارده. الله على فين يا دكتور؟ انا دكتور بلا زفت. افتح يا ابني بيره. بيره؟ مش عوايدك يا دكتور. يا سيدي افتح وخلصنا. حاضر. هند ايه اللي جابك دلوقتي؟ قضيت عليك بكلمك من امبارح ما بتردش. رجعت متاخر في حاجه؟ لا انا عايزه اطمن عليك. طمني انا كويس. انت ليه بتكلمني كده؟ ليه متغير معايا؟ مش متغير ولا حاجه، ده طول عمري كده. بس انا في اليومين اللي فاتوا دول شفت راجل تاني خالص. راجل اهبل. لا مش صحيح. انت ليه عايز تعزل نفسك تاني؟ خايف لحياتك تتغير؟ وانت بقى اللي هتغيري لي حياتي؟ انت مش حاسس ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا احسن بكتير؟ لا الاول كان احسن. لا الاول ما كانش في حاجه خالص. قافل على نفسك. وايه المشكله انك حاولت في حاجه ما نفعتش؟ مش هي دي المشكله. المشكله اني اكتشفت ان كل حاجه عملتها في حياتي بدفع الخوف سميتها حاجه تانية. رعبي من التمثيل سميته رساله التدريس المقدسه. فشلي في التعامل مع الدنيا اللي بتتغير نظام. المشاعر المزيفة اللي بيني وبين مراتي سميتها حب. فشلت في كل حاجة في حياتي عشان خايف. احنا عايزين نشيل الخوف ده من جواك عشان يبان الوش التاني، الوش الجميل اللي انا شفته. نفسي الدنيا كلها تشوفه معايا. مش عارف هتفهميني ولا لا.
بحبك وبخاف عليكي.